خلونا نستكمل مرة تانية. وانطلقت النهاردة البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي اللي بتستضيفها مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير 2021. منتخب مصر للرجبي رجال قدر أنه يفوز على المنتخب السوداني في افتتاح البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي، واللي بتستضيفها زي ما قلت لحضراتكم في البداية مدينة الإسكندرية من 12 ل 13 فبراير. انتهت المباراة الافتتاحية بين مصر والسودان بنتيجة 48-5 لصالح المنتخب المصري، وجاءت المجموعة الأولى كالتالي: مصر السودان، الإمارات سوريا والعراق، المجموعة الثانية الإمارات فلسطين لبنان ليبيا. بيشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر والإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، وأربع منتخبات للسيدات هي مصر والإمارات وسوريا ولبنان. وتقام البطولة على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. كمان حقق منتخب مصر للرجبي سيدات فوز مهم على منتخب الإمارات في البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي، وظهرت سيدات مصر بصورة جيدة في المشاركة الأولى ليهم في البطولة العربية عشان ينجحوا في الفوز على الإمارات بنتيجة 29 مقابل لا شيء. طبعا بطولة مهمة أكيد، وكل التوفيق للمنتخبات سواء منتخب رجال أو منتخب سيدات بتحقيق نتائج مشرفة. أكيد أي بطولة ممكن أنت كشخص بتتفرج مش مهتم قوي بفكرة أنك تتفرج على رجبي أو ولكن في الآخر كل حد بيلعب لعبة بيبقى مهتم بيها، بيبقى مهتم أن هو ينجح فيها ويقدم فيها أكتر حاجة عنده، لأن أكيد عنده طموح مختلف في اللعبة اللي هو بيكون بيلعبها. مشاهدينا هنطلع الفاصل ولسه مكملين مع حضراتكم في أون تايم نيوز، ولكن بعد هذا الفاصل.